أورام الدماغ تختلف عن الأورام السرطانية الأخرى، والسبب أنها غير قابلة للانتشار، بل يبقى الورم في مكانه. كيف منكتشفها؟ أكثر الأيام يا بيوجع رأسه المريض، يا بيعمل كريزة كهرباء اختلاج، يعني بيجي على الطوارئ بنعمل له صورة بتبين. وهني أكيد نوعين، عند الأطفال وعند الكبار بيختلفوا كتير، لأن عند الأطفال أكثريتهم قابلين للشفاء بعملية جراحية، وعند الكبار قليل تكونوا قابلين للشفاء، بس في منهم بيشفوا منهم. العلاج هو عملية بالأول، دايما في لازم يكون في عملية، والعملية لازم تكون كاملة قد ما فينا، يعني إذا فينا نشيل 80% منشيل 80%، إذا فينا نشيل 100 منشيل 100%، وقادرين نشيل 100%. نحن مركز من المراكز عندنا نافيجيتر وميكروسكوب وعندنا جراحين الأربعة اللي بيعملوا برين تيومر بلبنان. استئصال الورم بنسبة 100% يجنب معاودة الورم من جديد بنسب مرتفعة. تاني خطوة بالعلاج هي الأشعة. الأشعة بتنعطى مش عند كل البرين تيومرز، لأنه برين تيومرز ما عندهم مراحل، في درجات، درجة أولى، درجة تانية، تالتة، رابعة، يعني قديش خبيث هو. إذا كان درجة واطية بنعمل أشعة، إذا كان درجة عالية بنعطي مع الأشعة كيميائي، وإذا رجعت نرجع منشيلها نعمل عملية تانية. إذا بدنا نعمل عملية تانية نعمل خريطة، بنحط بنلزق أشياء عليه على سطح الدماغ، وبس كون عم بقص الجراح بصير يقص بطريقة أنه يبعد عن المناطق الحساسة اللي بتحرك الإيد، بتحرك الإجر، وأيام بوعوا للمريض، وبصيروا هني عم يشتغلوا يسألوا يطلبوا أنه يحرك إيده يقرأ مشان يتأكدوا أنه بعاد كتير عن المناطق الحساسة. استشارة الأطباء تبقى الخطوة الأولى والأساسية في رحلة العلاج.